عن اللباس، وبالتالي لبست انا التريكو فقط. انا قلت لك اعطيني سي حماد، ما عرفتش عليا. لا انا بون لللباس يعني باش نعطيه، ماهوش هديه، هو للظهور به في الاستوديو. اللي ما يحبش يظهر في الاستوديو حر، وانا لابس التريكو المشروع. الحاجه الثانيه هو انه كان المفروض اليوم الاعلان على المسابقه في برنامج الماتينال. قعدنا نستناه واحنا مشوقين ساعه منا عند جمعه ما رقدتش تستنى في سي حمادي باش يجيب لنا البسكليت ويجي. مع الاسف المشروع حكايه مسابقه البسكليت مش تكون نهار الاحد مع كيدز صغار فقط، بسكليت كبيره. نحتاج على سي عبد المجيد فرحات، انا نوجه له ساعه تحيه كبيره برشا. سي عبد المجيد فرحات عنده برنامج الحياه كيدز، الحقيقه هو لمحاله هو الاولى، لانه برنامج مخصص للاطفال، وبالحق معناها من البرامج اللي ادعو لكل الاولياء اللي يسمعوا فينا توا كونهم يسمعوا برنامج ويحطوا صغيراتهم باش يسمعوا برنامج الحياه كيدز، لانه موجه بصفه خاصه للاطفال. ليه مانيش نغار؟ تحية كبيرة برشا لسي عبد المجيد فرحات. ايوا لا الحقيقة هو تزامنا مع معرض الكتاب ولترغيب الأطفال في المطالعة، فكان المقترح هو أنه كيفاش نجموا نزيدوا نعطيوا دفع للصغيرات أنهم يقراوا. ويحبين لقينا أنه أكثر فيها أكثر فائدة للأطفال، ماهوش معناها راهو تنقيس من قيمه الكبار، ولكن ديما الصغار هما اللي اكثر على مستوى، والصغير يفرح بها زاد اكثر من الكبير. زاد كي تهدي له بسكليت راهو الصغير تبقى في مخه. هذيك انا وانا صغير جمعيه القيروان المجتمعيه واذاعه الحياه فهم زاد كيف هداوا لي بسكليت، دونك الكلمه هذيك راهي باش تبقى راسخه عند الصغار. هي المهم هو انه احنا البسكليت تصبح في تقاليدنا اليوميه للتنقل. واليوم احنا في البرنامج نتاعنا هو انه باش نركزوا على التنقل بالدراجه ومشاكل السير في القيروان والاكتظاظ المروري، وانه البسكليت في العالم اصبحت وسيله نقل محبذه عند كل الناس، وفرصه انه جات باش اليوم نحكيو اكثر على هالبسكليت اش تنجم توفر لنا. البسكليت شنو نجم توفر لنا؟ دونك الحقيقه قبل ما نحكيو على البسكليت شنو نجم توفر لنا، لازمنا نثمنوا الحقيقه المجهود سي حمادي، لانه اليوم مهم جدا. انت قلت كلمه مهمه امام الاختناق المروري الحقيقه اللي قاعده تعيشه البلاد، ما حتى تو كان تهبط الوسط البلاد وتلقى امبوتياج كبير برشا. دونك نتصور الحل يكون في البسكليت من جميع النواحي، من الجانب الصحي ومن الجانب زاد نحكيو على المحافظه على المحيط والطبيعه وعلى البيئه زاد كيف، وهذا مهم جدا خاصه كيف الرسخ هذه العادات والتقاليد عند الناس. علاش قلت لك انا مهم جدا كوننا نعطيوها للصغار؟ لانه الصغير كيف الرسخ في ذهنه البسكليت والعقليه تاع البسكليت وطريقه استعمال البسكليت الطريقه الصحيحه، فهذا ان احنا نربيه في اجيال صاعده تكون عندها هذا يعني تكون عندها هذه العاده، عاده استعمال الدراجات الهوائيه. خاصه نحب نسال كان سي حمادي في ظل هذا الكل وفي اطار هذا المشروع، فما حلقات توعويه وتحسيسيه تثقيفيه زاد كيف في علاقه بمدى اهميه البسكليت؟ ضمن مكونات المشروع ثم حلقات تكوينيه لفئه الشباب والمنتفعين والاطفال، وخاصه على مستوى المنطقه اللي احنا نتعاملوا معها اللي هي المنطقه الوسطيه وما جاورها، وبدات بعض الانشطه، وانتم مدعوين هالحد للتظاهره انه يعني استعمال البسكليت هو الى المدرسه بالدراجه، يعني خطر مهم توا اخر عام ينجموا الصغار يمشيوا بالبسكليت ويبداوا مخفين من الادوات المدرسيه المثقله للكهل. الحلقات التكوينيه ثم في اولا الجمال مجال استعمال البسكليت، يعني طريقه الاستعمال تو انا نمد لك، كنت حاب نوريك يعني بعض الوثائق اللي احنا اللي نعطيو فيها. الجانب الثاني هو انه على مستوى قانون الطرقات، هي سي تري امبورطون. المحور الثالث هو على مستوى الوقاية والحماية والتعامل عند وقوع حادث. هذوما يعني الجوانب اللي بالنسبة لنا احنا مهمين، سواء خاصة للأطفال أو للشباب، يعني قبل استعمال الدراجة يكون عنده بعض حاجات اللي هما ينجم
يستفيد من السيكوريزم يعني فما السيكوريزم نعم السيكوريزم ومش يكون بالتعاون مع الحمايه المدنيه خاصه احنا نعرفوا انه الحمايه المدنيه هي تقريبا المؤهله الوحيده انها تتكلم على الجانب هذا بيان سور داير متعوده هي الحمايه المدنيه ديما تعمل دورات تكوينيه في علاقه بالاسعافات الاوليه ومهم جدا اليوم كونه نعرفوا المنتفعين بهذا المشروع خاصه الشباب دونك قوانين الطرقات الاسعافات الاوليه في حاله لا قدر الله يصير حادث ولا تصير حاجه ولا حتى كادرجونس حتى كي تكون معناها هو شيء ينتفع به للروح وحتى اذا كان فما كادرجونس تعرضه في الطريق ينجم كيفاش يتعامل معها بالضبط هو انه نشوفوا احنا في عديد الحالات يعني انه ثم ناس يقع حدث والناس تسيء التعامل مما يعكر حاله المصاب او ما شابه ذلك فانه هي فرصه داخل. طبعا احنا يعني هي فقط نريد ان نلفت النظر الى اهميه هذه المحاور كذلك الاستعمال الجيد للدراجه يطول عمر الدراجه لانه ثم برشا حالات احنا من خلال عمليه الصيانه اللي قمنا بها لعدد كبير من الدراجات قلت سبب ازدحام وتلوث وهدر للطاقة استعملها بشكل سيء هما عمليات بسيطة جدا اللي يمكن من خلالها انك تتفادى انه بسكيت نتاعك تقع في عطب هذا هو جوست سي حمادي نعم. التفاعل مع كاتي في المباشر الناس نجم يدخلوا لشان يوتيوب نتاعنا الحياة فهم يلقاو سبوت اللي عملتها جمعية القيروان المجتمعية بشراكة مع إذاعة الحياة فهم في علاقة بالبسكليت ومدى أهمية البسكليت في ظل حقيقة لونكومبرومون الكبير اللي قاعد يصير توا في البلاد تحية كبيرة برشا المحامي سيف الدين بولعريس وخاصة باركينغ سي حمادي كما قاعدين نشوفوا دونك اليوم مهم كون نوفروا البسكليتات لكن اهم زاده كون نوفر وين نجم نحط البسكليت نتاعي وين نجم نخليها في بلاصه امن الحقيقه الباركينغ مش نتاعنا الباركينغ هذوكم قامت بهم البلديه هي. بالتعاون مع مشروع سابق صحيح تعرضوا لبعض يعني نقولوا احنا تهشيم في على مستوى بعض المناطق لكن بقاوا على كل موجودين في اماكن اخرى وفرصه احنا حابين نشيروا لهم انه راه نجم تحط بسكليتك يبقى الجانب الامن راه هي ثقافه كامله انه تلقى عدم الاعتداء على ملك الغير هي ثقافه كامله وسلوك كامل هو انه كي تلقى بسكليت نتاع الناس مربوطه ما تجيش تحاول انت تبدا يعني تعملها في او بشكل او باخر ثم يتعرضوا صغيرات حتى يخليوا بسكليت يجيو يلقوهم منقوبين مثال هذا جانب سلوكي ان شاء الله نتغلبوا عليه في يعني من خلال الوعي نتاعنا انه البسكليت راهي وسيله تنقل جيده وراقيه جدا والمجتمعات كامله توا مركزه على الدراجه سيادتك حكيت بك الجانب البيئي نعم نحن نعيش الان في مستوى مشكله كبيره الانحباس الحراري تغير المناخ ندره الامطار تغير التوقيت بالنسبه للامطار يعني تجي في غير وقتها وهذا تقريبا اصبح يؤثر على حياتنا بشكل مباشر راهو غدا راك مش نلقاو رواحنا في مشكله كبيره في ندره المياه الان اوروبا تشهد ندره مياه اسبانيا فيها العالم اجمع تقريبا اسبانيا فيها يعني زفاره الانذار فرنسا ايطاليا تونس ماناش بعيدك تشوف احنا تويكا بدينا نعيشوا وضع ندرة المياه وهذه التغيرات المناخية ما هيش مسؤولية الدولة فقط أما المواطن والسلوك ملاحظة أنا باش نقولها فقط أن البسكليت راهي ما هيش فقط لتنقل الفقراء باش نقولوا واضحين معناها خاطر ثم حكاية الناس أنه بطريقة أو بأخرى يظنوا أنه البسكليت هذه يعني بالعكس البسكليت إن شاء الله في فترة في حصة قادمة نحكيهم من الجانب الصحي هي. اليوم نحكيو على الجانب المروري والاكتظاظ والتوقيت ونشوفوا وحاجة أخرى ذي ملاحظة بكل لطف إلى أصحاب التاكسيات بربي حطوا شوفرة عندهم جزء من الأخلاق الكافي باش يوصلوا المواطنين من غير استفزاز لأنه مرات واحد يأخذ تاكسي في شتار اثنين يقولوا هبطني يعني ما نكملش معه بما انه احنا ما عندناش حل الكار النقل بالحافله الوسطيه مثلا ما توصل لهاش الكار مشكل الوسطيه مثال خذينا مثال في المشروع نتاعكم معناها مشروع جمعي انا باش
اماكن برشا اللي هي ما فيها شيكار. النقل العمومي هذايا على مستوى الحافله بقى تقليدي من سنوات من السبعينات ولم يتغير كثيرا باستثناء بعض الخطوط. ثانيا النقل العمومي هو نفسه يشكل مشكل على مستوى الاختناق المروري. تنشوفوا كار طويله زينه وعزيزه وتجي في حي محمد علي تضرب ربع ساعه باش تعدي. نفس الشيء وقت اللي تقع على مستوى مارينا. الحاجه الاخرى هو انه فرصه كذلك لانه هو المشروع مش بسكليت فقط هو نمط حياه. هل اكتساح الرصيف وخص بالذكر زوز مناطق مهمه. الاولى على مستوى الرحبه في مارينا مارشي الرحبه مشكورين قاموا باجلاء وتقريبا ما عادش ثم انتصاب ولكن المطاعم هذه والمقاهي اللي تكتسح والمغازات هذه رجال الاعمال المحترمين جدا اللي يكتسحوا في الرصيف وياخذوا كل واحد يعني نصيب المواطن باش هو يزيد في ربح وربي يزيده يسبب في نفس الوقت انه المواطن ما عادش يلقى مكان في الرصيف ويولي يمشي اللوطه يولي ثم يعني اكتظاظ مروري وتقف السيارات. الحاجه الثانيه لخيان اصحاب السيارات وربي يزيدهم يقفوا في الوضعيه الثانيه والثالثه ويقف معوج وما يعرفش يقف. مستوى دعوه لهم كذلك يا اخي الكريم يا اختي الكريمه يا سيدتي يا سيدي يا اهل القيروان الوقوف راهو له نعم له عنده ضوابطه. ممكن لهنا نتفاعل معك اكثر تو في علاقه خاصه بالوقوف والتوقف خاصه للسيارات على مستوى مركز مدينه القيروان. راهو عندك اشكال اخر زاد سي حمادي لازم ناخذه بعين الاعتبار كون زاد انت في قروان ما عندكش دي باركينج. باهي نجاوبك على الباركينج. بالنسبة للباركينج هو عندنا إشكال على مستوى التاهة الأمرانية في القيروان وعندنا كذلك تحيل على مستوى أصحاب البنائيات وأصحاب الإدارات. من المفروض أي إدارة يعني مش باش نقول إدارتكم أي إدارة كتبني يلزم تخلي في رخص البني نتاعها مكان وقوف السيارات حسب عدد الشقق وحسب هم كلهم يقدموها في البيانو وبعدين هاني مش نقول لك مكانها وبحذاك على بعض امتار. بعد ما عملوه باركينج ردوه دبوا. وبالتالي موضوع الباركينج موجود. الحاجه الثانيه هو بالنسبه للادارات خاصه وقت اللي يعملوا يبنيوا ما يعملوش رخصة بني. لانه الدوله توا يلزمها كل الادارات قبل ما يبنيوا يقدموا رخصة بني واكيد باش يطلبوهم في باركينج. في باركينج وهذا يتسمى في البنيات يعملوها هي تحيل ديفيسيت دو باركينج يدفع خطيه ب 200,000 ولا كذا وهانو ديما يمشي. هذايا قبل كان ممكن لانه ضد السيارات كانت شويه. اليوم وقعت قضايا ومشاكل وعرك نتيجه الوقوف السيء او كل واحد يظن انه الباركينج نتاعو. ها واش نجيك اخرى بعض الاشكاليات الاخرى. بعض الاماكن اللي هي فيها امكانيه نتاع وقوف يجي ينتصب لك واحد السلام عليكم انت تقف ويقول لك اعطيني معلومه موجود وقوف. موجود وهذايا نفس الشيء موجود. انا دعوه الى كل السلطات ماهيش باش توجه بالاسم الناس الكل معنيه الناس الكل معنيه حتى ماهيش هنا ماهيش نلقيو في التهم الناس الكل معنيه يا حتى المواطن زاده معنى مادام المواطن يجي يحط كرهبته ويمد له دينار وهو معناه هو ماهوش قانوني معناها حتى السيد لاجون اللي يخدم غاديك ماهوش يخدم بطريقه قانونيه هو جاي استولى على مكان معين ولا قال كذا راهو الباركينج نتاعي ويمشي خارج الكرني من مكتبه من المكاتب ويبيع لك التوصيل معناها ما هو موضوع المرور راهو يشمل الناس الكل. احنا كيف نشوفوا على مستوى المدارس الصغيرات ما يلقاوش كاش يتعداو كيف نشوفوا احنا باش نغتنم الفرصه اليوم وستسمحك نوجه نداء لصاحبه السياره البولو الخضراء اللي ضربت الوليد في المنصوره ومشيت رانا نتابعوا في الملف وانصحها تمشي لمركز المرور في المنصوره وتعلن انها ضربت ولد صغير. ولد صغير من الاولاد اللي كانوا ضمن الفريق اللي وقعت صيانه الدراجه نتاعهم وقع صدمه بسيارة والسيارة بالفرار وتو يدو يسار كلها في الجبس وكسر. هذا يعني بساتيك أنه كيفناش راهو ثم جانب إنساني راهوك تضرب صغير ولا كبير ولا حتى حيوان ما فيها باس راهو تقف وتعلم الحماية المدنية وتمشي باهك ماك خايفة امشي لمركز الشرطة تقول راهو ثم صغير تضرب مش يبقى ملوح حتى لين يهزوه للسبيطار
والجانب هذايا راهو مؤلم جدا. هذه مشكلة المرور، لابد في بالنسبة للقيروان مخطط مروري جديد. أكيد أن الإدارة الجهوية للنقل البري تعمل منذ فترة على الجانب هذا، لكن على مستوى التفعيل. أكيد أن الشركة الجهوية للنقل تعمل على الجانب هذا، ولكن لابد من أنه يرى النور ويولي نشوفوه باش تولي النقل في القيروان ميسر. أكيد أنه على مستوى كل الجهات المتدخلة أنها تسعى إلى تخفيف من الضغط المروري، وخاصة على مستوى الوقوف العشوائي. كانت ثم تجربة شنغال لم تنجح، شفت يعني مرات تقول مخاطر باش يجاوبك تو مثال في البادية يقول لك والله حطينا شنغال ولكن ما نجح. الردع مش دائما هو هو الحل، خاطر مرات الشنغال زاد يتعسف، كهرباء يخليها واقفة على الرصيف ما يهزهاش، وكهرباء أخرى يهزها. باش نكونوا واضحين أنه الكيل بمكيالين، وهذا أنا شفته يعني ما حكاوليش، أنا راني عايش في المجتمع يوميا. تعريج صغير سي حمادي على كلامك في فاست الشنغال، كهرباء تتهز وكهرباء تخرج والا تتنحى من الكاميون ديريكت على خاطرها تابعه لسي فلان او سي علان. لا لا ما تتمسش اصلا، وتبقى واقفه نهار كامل فوق التروطوا، ونسمي لكم بالمكان ونوع السياره. فاش الحكايه؟ نبدا واضحين يعني واضحين، ونشوفوا في نفس الوقت ثم سلوك من بعض اصحاب السيارات مشكورين انه كرهبته حاجه كبيره، لو تلقي نظره من الشباك لهنا تطلق كرهب فوق التروطوا. أو لهنا بعد. في حين انه ثم بطحه ترفع 200 كرهب. شوف الحكايه مش مشكله باركينج. المشكله هي مشكله جانب سلوكي اكثر منه. هاو بحذاك هاي باركينج واسع ويحطوا فوق التروطوار، وبالتالي باش نفهموا انه العمليه تتجاوز مشكله موجود باركينج ولا مش موجود، هي مشكله انه كل واحد يحب يقف قدام الحانوت اللي مش يشري منه، كان لقى بقعه باهي ما لقاش يحط في الوضعيه الثانيه، واذا لزم الثالثه ولقى بقعه جويده ضعيفه يقف ميل، تجي مش تعدى الكارت، وانا بكري جبت على الكار، الكار الغالب كار طويله تلقى الثنيه معموله تقف. واضح. هذه الحقيقه الاختناق المروري اللي نعيشوا فيه في البلاد الكل، اما راهو شوف ديما راهو زاد راهو المواطن عنده دور، وزاد السلطات المعنيه عندها دور. نرجع ديما نقول لك راهو حتى توفير لي باركينج زاد مهم جدا اليوم، ما دام انا شوف وفر لي من بعد حاسبني سي حمادي، ما في النهايه هذاك شنو نقول لك انا، اذا كان اداره ما تعاملتش على حسب يعني ما جاء في كل الشروط انه لازمها تعمل باركينج وكذا، زاد هذا ما هوش ذنب المواطن، معناها راهو هي المسؤوليه مسؤوليه مشتركه بين المواطن وبين الادارات زاد كيف اللي موجوده واللي منتصبه على لهنا، وقت اللي توفر له باركينج بعد تنجم تحاسبه. سينو نرجعوا لمشروع بسكلتي، قلنا فما حلقات ودورات باش تصير لفائده الشباب في علاقه بالسلامه المروريه، قوانين الطرقات والسيكوريزم هكا. نعم. وثم في نفس الوقت يعني ايام تنشيطيه. ايوه. باش نبداوها في الاسبوع الثالث من شهر ماي، يعني مش الاسبوع هذا، الاسبوع هذا لحد ذايا هي ايفينمون صغيره للانطلاق الى المدرسه بالدراجه، باش ندعو الصغيرات اللي وقعت صيانه دراجاتهم وغيره يجيو، ومش نمشيو معاهم حتى ايش للمدرسه اللي يقراوا فيها وهذا او الاعداديه، الهدف منه انه باش يسلك الطريق السليم، ما يبداش يمشي في الطريق يعني، خاطر تعرفوا الصغيرات يبداو ثم عندهم شويه تهور وشويه على الاقل باش ثم للارشاد على الاقل ترشدوهم جانب منظم. الحاجه الثانيه ولفت النظر انه حول امكانيه التنقل الى المدرسه بالدراجه راهو مهم وممكن ويسهل على الصغيرات. الجانب الثاني وأنا في نفس المشروع تظاهرات للاستعمال الدراجة
مش يكون من خلال التعامل مع السيارات اللي مش يقع تسليمهم درجات في المرحلة القادمة. وإحنا ننتظر شوية هكا توا تعرف ضغط امتحانات وغيره، ننتظر شوية أنه السيارات يبدأوا متفرغين شوية في شهر جوان. وأكيد نعطيك تاريخ من توا باش تبدا على يوم 11 جوان اللي هو يواتي اليوم الوطني للبيئة، يعني باش يكون مش يتزامن مع اليوم هذاك. ومش نحاولوا بالنسبة للمسابقات بين بكرني هي دعابة حبيت تخليها لاخر الوقت، درجة برنامج ماتينال ماتينال شرط انه وقت الحصة نلقى جماعة لابسين تكوات. تلبسوا بالتو تلبس تريكو. انا عندي عذر صحي. تسمع سي صالح سيدي والله يحكي بالصحي والشرعي صالح. عندي عذر صحي على هو أنا نلبس. أنا نلبس في مصلحة الماتينال نلبس. مادام تلبس فإنه عندكم في الماتينال دراجة. صح عليكم في الوقت. أنتخطو أنا عندي بسكليت نورمال مصيحة ما دي نستنى فيه. بتجه معي كبرجية قديمة راني. البسكليت ادخل في المسابقة. سي حمادي بعد إذنك حتى نوفر راه قال لك نلبس. نوفر حكيت أنا وياه راني قبل الحصر. طيب مسألة طيب معناها وليت نطلعوا لك مريول قادم. حكيت معاه قبل الحصة لأني أنا نعرف صديقي على كل يعني الحي بالمناسبة، وقلت له راني على مستوى النوعية هذه أكبر تاي دوز إكس إل. ما يجيش. ما يصيرش يا حمادي نعطيو الزمراوي الواحد في اليد اليمين واحد في اليسار. المسابقة إذا ما تراوش مانع نجموا نبداو نعلنوا عليها من اليوم. باهي. دونك خلينا نذكروا الناس. أيوة. دونك إذا كانت تحبوا تربحوا معنا بسكليت، البسكليت هذه هي من إهداء جمعية القيروان المجتمعية. ومن الأنواع الحديثة هذه يعني. أعطيني أعطيني خلينا. يعني من الأنواع هذوما يعني مش بسكليت تقليدي. دونك الفي تي تي. كلمة في تي تي. عندنا برشا على كلمة في تي تي. دونك حاجة دو كاليتي، دونك هذه تصويرها يمكن سيف إذا كانت تقرب لنا الكاميرا شوية، يعني باش تكون كيما البسكليت هذه اللي قاعدين براتيكمون كيفها مشابهة. نوعية عصرية. في كل تقنيات هذه حاجه لوكاليتي. انتم الناس اللي تسمعوا فينا اذا كان تحبوا تربحوا معنا بسكليت من اهداء جمعيه القيروان المجتمعيه في اطار مشروع اوترومو، هاكم باش تاخذوا فكره على الشروط بتاع المسابقه وطريقه زاده كيف التقديم. هما سهلين برشا، احنا كل نهار خميس نقدموا من 9 ل 9 ونصف، يعني الفتره هذه اللي هي الفقره هذه اللي هي خاصه بالمشروع والتعريف به والانشطه وما شابه ذلك. المطلوب منه هو انه يبارطاجي هذا الفيديو هذا الفيديو ومن هنا الى يوم 31 ماي يثبت انه بارطاجي ويحط كومنتير. مش تيراج وصور معناها؟ لا بالعدد. احنا احنا ذي حكاية اسمع اللي بارتاجي اكثر اللي بارتاجي اكثر ويبعث لاصحابه ويبعث ويجيب لنا يعني يخلق تفاعلات ويخلق تفاعلات. تسكيني سي حمادي. نتصلوا به نتصلوا به قبل في الحصه نتاع اللي نهار الخميس اللي هي بتاع نهار الخميس في اول الجمعه في شهر جوان. في نتصلوا بها بالمباشر باش نبداو واضحين يعني الشفافيه. ايوه ونوريه وهو يبعث ويبعث للراديو ما يبعث للناس لنا يبعث للاذاعه باش نبداو احنا بعد. نعطيك مقترح اخر تفضل. بما انه انا الربح الوحيد سامحني حسين كلمة ربح الوحيد اليوم باش نستغل نعرف ان كان عندك مشكلة معه في لعبة عدير سي حمادي نحب نقول لك اللي هما عملوا المستحيل باش يربحوني ما ربحونيش. المشارك يدخل معايا في منافسة فيش شنو في أسئلة ثقافية أسئلة ثقافية ما يساعدنيش. لا لا يدخل معايا في أسئلة تفاعلات نخلق تفاعلات عاد خير يولي نشوفوا كي هو زاد يربح وهو سمعنا مرة برك زاد شو يدخل معاك أنت في المسابقة. لا ولا رفض لبس تريكو. أي رفض لبس تريكو يا المسابقة السيد. دونك شوف هي أحسن كونسيبت نتاع جو هو أو أكثر إنسان يخلق تفاعلات على الباج نتاعنا ويخلق تفاعلات على الفيديو لايف اللي يمشي ديجا على شان يوتيوب نتاعنا الحياة فهم تطلقه موجود على الباج فيسبوك نتاعنا زاد ان شاء الله الحياه فهم ويبارتاجي والباج نتاع كلوب بسكالتي موجود. موجود احنا مرحبا به نتصلوا به مباشره على
ويوم اول جمعه اول خميس في شهر جوان اخر 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 خميس ذول لي 30 ايام وانا نشوف احنا الموعد نتاع المسابقه 30 ايام سي حمادي احنا ديما نخليو روحنا عندنا شويه فضاء 30 ايام ميركودي نهار 1 جوان ها نهار 1 جوان نعلنوا على الفيس نهار 1 جوان اول الحصه الاولى هذيك في شهر نهار 3 جوان نهار 3 جوان نهار 3 جوان اول خميس نهار 1 جوان نهار 1 جوان نهار 1 جوان هو الاعلان على الفيس سهله العمليه القدم راهم دقيقين في التواريخ زدت صغير سي حمار زدت صغير واضح بالتوفيق ان شاء الله للناس الكل باش نحكي على السن انا اما نحكي انا قبل ما نجيب حذاك راني حضرت درسي ان شاء الله ان شاء الله حضرت درسي عرفت التواريخ وعرفت انه نهار 11 جوان يويت نهار احد باش نعطيو فرصه بدايه خير ان شاء الله اي باش نعطيو فرصه الاكثر ناس للمشاركه ونعطيو تريكوات وبرشا هدايا شفت كلمه برشا اه جو اي برشا هدايا باش يكونوا فيها برشا هدايا وان شاء الله هو سي حمادي مو احنا باش نكونوا شوف احنا راهو الماتينال قلبنا كبير اي قلبنا كبير مادام عندنا ماتينال اخر يصير نهار الاحد مع سي عبد المجيد فرحات وك الصغيرات هذوك زاد ما نحرموهمش من بسكريت لا عندهم بالعكس معناها عندكم زوز بسكريت على الحياه تفا عندنا ثلاثه الله يصلي عليك ونجموا نخلطوا الاربعه باهي اسمعني هاي فرق علينا بسكليت بسكليت نجموا نخلطوا الاربعه سي حمادي اسمعني الماتينال تاع صغيراتنا لحد من خلال خاطر حكيت مع سعد مجيد يعني قبل وقلت له شنو هي الفئه العمريه قال لي انه عنده فئه عمريه صغيره حتى توصل 15 سنه وبالتالي من غير المعقول انك تعطي بسكليت تجمع هم الاطفال اللي هم دون العشر سنين راني مع الاطفال اللي هم فوق العشر و11 سنه يعني الفئه العمريه وبالتالي مش يكونوا ثم زوج بسكليتات بسكليت في عمريه اللي هي على مستوى التلامذه والصغيرات اللي في الابتدائي اقل من 10 سنين اي ما مش تكون هي حجم فام انا يعني والاخرى طيب التاي خاطر التاي على خاطر مش معقول تعطي بسكليت صغيره والاخرين مش فوق ال 10 سنوات اي والبسكليت مش تكون موجوده في الاذاعه ابتداء من اخر اسبوع نتاع ماي قبل جوان يكون البسكل موجودين لهنا مسبقا باش تطمنوا اللي هما راهم لا احنا مطمنين احنا مطمنين امورنا واضحه سي فون وجودك برك يطمن راسي حمد عندنا بسكليت عندنا بسكليت للربح في الماتينال عندنا بسكليت للربح مع في الحياه كيز مع سعد مجيد فرحات والبسكليت الثالثه لشكون؟ زوز صالح. زوز في الماتينال نتاع الكيتس فما زوز في الماتينال دون العشر سنوات وفوق العشر سنوات فوق العشر سنوات لانه الاطفال اللي يشاركوا في فئات عمريه مختلفه واحنا اكيد لازم نقراو حساب الفيسكوم تقريبا الجزئين والمسابقه يعني انا سعد مجيد يعني ربما مع الخيان انا نهار الاحد غير ممكن مش تكون موجود لانه يعني عندك التظاهره وغيره تو يعلن عليها الجانب الثاني هو انه بالنسبه للصغيرات وهذا مهم مش يكون التفاعل وغيره احنا ما نحبوش الصغار في سن صغيره يستعملوا برشا التليفون ويستعملوا برشا الفيسبوك لا باش كل جو مخصصه للفئه العمريه المطالعه نظرا المطالعه احسن يعني بالنسبه لنا احنا المطالعه وقراءه الكتاب والكتاب هو الاساس بالنسبه لتربيه النشا وانا دائما ما ننساش اللي انا راني مربي وبالتالي بالنسبه لي الصغيرات لابد انهم يكونوا عندهم نصيب من هذا حسام باش نخدم في ساعة مشروع بسكلتي بالحق سي حمادي ما بكري يحكي طرح عديد المشاكل والإخلالات وتعدي على حقوق المواطن منها الاكتظاظ المروري الأماكن المخصصة لوقوف السيارات الانتصاب الفوضي الحفاظ على البيئة تربية سليمة للأطفال اكتساح الرصيف من الباعة من أصحاب المشاريع اللي برشا فيهم قرارات إزالة ولكن هي التنفيذ بالحق ما فماش كذلك الاشجار زاد ما ننساوش تلقى الرصيف 2 متر و3 متر الشجره ولا النخله ماخذه 150 متر و50 ما فماش به لهنا بون زاد حاجه اخرى كاين عندنا باركينغ واللي معروف في قروان اللي هو باب الجلادي واللي سي بون في 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 مرحله اخرى تنقولوا معناها ناكدوا اللي هو فيه قرار ازاله وما صحش حطينا فيه تروتوار زدنا ضايقنا به زدنا ضايقنا على رواحنا به والحفاظ على الحصة في إطار هذوما الكل بالحق دعوة إلى المواطنين اللي كونهم يشاركوا في المشروع هذايا وباش نحثوا ونتفاداو المشاكل هذه الكل واضح يعطيك صح سي حمادي بعجالة جست خاطر ما عادش عندنا برشا وقت آخر كلمة باش أنا نحب نعتذر من الناس اللي جاوا وطلبوا إصلاح درجاتهم ما أمكنش لأنه إما الدرجات يعني
تتطلب ياسر تدخل وبالتالي تصبح التكلفة كثيرة، أو أنهم يجيوا من أماكن أخرى وما هيش خاصة بتلاميذ، لأنه إحنا المهم مهمتنا بالأساس هو أنه باش نعطيو فرصة للصغيرات باش يتنقضوا للحد من الانقطاع المدرسي. فأنا نحب نعتذر منهم، راه ما نجموش القروان الكل نصلحوا لها. حاجة أخرى، راه ثم مشاريع أخرى تخدم في القيروان على نفس الموضوع، وراه احنا خاصة مركزين على منطقة الوسطية ومجاورها، اللخيان اللي ما همش المدينه ولا راهو ثم زوج جمعيات اخرين يخدموا على الجانب هذا. وشكرا. يعطيك الصحه سي حمادي البقلوتي امين مال جمعيه القيروان المجتمعيه. كل نهار خميس ان شاء الله نحكيوا على هذا المشروع وكل المستجدات في علاقه بمشروع بسكلتي حمادي البقلوتي كان ضيفنا بالنسبه لليوم. ضيف الحياه. وسائل النقل تسبب ازدحام وتلوث وهدر للطاقه. البسكليت مش وسيلة نقل فقط، هي نمط حياة. البسكليت هي محافظة على الصحة والبيئة. بسكلتي هي عشيرتي وهي حياتي. مشروع بسكلتي